اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسرة قناة المجلة تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل. أهلا بكم متابعي قناة المجلة الكرام، في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على أربعة لا يغفر الله لهم ولا يتقبل منهم رمضان، ولكن قبل أن نبدأ في عرض حلقتنا نرجو من حضراتكم دعم الفيديو بالإعجاب والتعليق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله لنا ولكم الأجر والثواب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان، فإذا كان أول ليلة من رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة، فتصفق ورق أشجار الجنة وحلق المصاريع، فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه، فتبرز الحور العين حتى يقمن على شرف الجنة فينادين: هل من خاطب إلى الله تعالى؟ فيزوجه الله سبحانه وتعالى منا، ثم يقول: يا رضوان ما هذه الليلة؟ فيجيبهن بالتلبية فيقول: يا خيرات حسان، هذه أول ليلة من شهر رمضان. ويقول الله: يا رضوان افتح أبواب الجنان للصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول: يا مالك أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول: يا جبريل اهبط إلى الأرض فصفد مردة الشياطين وغلهم بالأغلال، ثم اقذفهم في لجج البحار حتى لا يفسدوا على أمة حبيبي محمد صيامهم. فيقول الله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان ثلاث مرات: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ثم ينادي: من يقرض الملي غير العدوم في الوفي غير الظلوم. وإن لله تعالى في كل يوم من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا العذاب، فإذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة أعتق في كل ساعة منا ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا العذاب، فإذا كان في آخر يوم من شهر رمضان أعتق في ذلك اليوم بعدد من أعتق من أول الشهر إلى آخره. فإذا كانت ليلة القدر يأمر الله تعالى جبريل فيهبط في كبكبة من الملائكة إلى الأرض ومعه لواء أخضر فيركزه على ظهر الكعبة، وله 600 جناح منها جناحان لا ينشرهما إلا في ليلة القدر، فينشرهما تلك الليلة فيجاوزان المشرق والمغرب، فيبعث جبريل الملائكة في هذه الأمة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر، ويصافحونهم ويؤمنون على دعائهم حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر نادى جبريل عليه السلام: يا معشر الملائكة الرحيل الرحيل. فيقولون: يا جبريل ما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: إن الله تعالى نظر إليهم وعفى عنهم وغفر لهم إلا أربعة. فقالوا: من هؤلاء الأربعة؟ قال: مدمن خمر وعاق لوالديه وقاطع الرحم ومشاحن. قيل: يا رسول الله ومن المشاحن؟ قال: هو المصارم، يعني الذي لا يكلم أخاه فوق ثلاثة أيام. فإذا كانت ليلة الفطر سميت تلك الليلة ليلة الجائزة، فإذا كانت غداة الفطر يبعث الملائكة في كل البلاد فيهبطون إلى الأرض
فيقومون على أفواه السكك فينادون بصوت يسمعه جميع من خلق الله تعالى إلا الجن والإنس، فيقولون: يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله جل جلاله لملائكته: يا ملائكتي، ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فتقول الملائكة: إلهنا وسيدنا، جزاؤه أن توفيه أجره. فيقول الله تعالى: فإني أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثوابهم في صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي. فيقول الله تعالى: يا عبادي سلوني فوعزتي وجلالي لا تسألون اليوم لدينكم ودنياكم إلا أعطيتكم إياه. ومن هذا الحديث القدسي يتبين لنا هؤلاء الأربعة الذين لا يغفر الله لهم ولا يتقبل منهم رمضان: 1- مدمن الخمر الذي يقبل دائما على شرب الخمر حتى في أيام الشهر الكريم، فهذا لا يغفر الله له أبدا ولا يتقبله حتى يتوب توبة نصوحة. 2- العاق لوالديه، وهذا الذي يعق أباه أو أمه ويعصي أوامرهم ولا يرعاهم في كبرهم بسبب كثرة أسئلتهم وحاجتهم، فذلك لا يرضى الله عنه ولا يتقبل منه الصيام حتى يبر والديه. 3- قاطع الرحم، قال الله تعالى في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. 4- المشاحن، وهو المصارم الذي يقاطع أخاه ولا يكلمه ولا يصله ولا يقف إلى جواره وقت المحن ويحمل له الضغينة ولا يريد له الخير، فهذا الشخص لا يعفو الله عنه ولا يتقبل منه رمضان. شهر رمضان يستعد له أهل السماء قبل أن نستعد له نحن. شهر رمضان جعل الله فيه خيرا وبركة وزيادة في الحسنات، وإجابة لمطالب السائلين من المسائل الدنيوية أو الأخروية. فاغتنموا أيها الأحبة هذا الشهر الكريم، واجعلوا أنفسكم من الذين يتقبل الله منهم الصيام والقيام والدعاء. رمضان قد أهله بالصيام وأطلى، مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. نرجو منكم محبي ومشجعي قناة المجلة نشر فيديوهاتها بعمل شير للفيديوهات التي تحوز إعجابكم وعدم الاكتفاء بالمشاهدة، تشجيعا منكم على دوام استمرارنا بإذن الله تعالى. لكم منا كل التحية والاحترام، فريق عمل قناة المجلة.